مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. حل عالي يا نسر الأهلي، سيظل دائما وأبدا من أول ما النادي اتولد لغاية مدار آلاف السنين بعد كده، سيظل نسر الأهلي محل عالي. هو كده، ده النادي الأهلي. النادي الأهلي ما شاء الله بطولات وإنجازات. لازم عجبني جدا الجمهور اللي بيسبورت دايما النادي الأهلي في الأزمات، في الأزمة اللي موجودة حقيقة. لكن دايما الجمهور، قلت المرة اللي فاتت، الجمهور بينفصل لكذا واحد ساير جدا جدا جدا. الإثارة أو اللي هو بيكون متضايق ده بيطلع غضب بشكل مختلف. نتمنى ان هو تاني يرجع للنادي الأهلي، ان في ناس حوالينا بعيد عن النادي الأهلي عايزين يشوفوا النادي الأهلي البطل الكبير اللي حقق بطولات وإنجازات. حاجة مش بتسعد ناس كتيرة ان الأهلي حقق بطولات. لازم احنا كجماهير، كلاعبين، ككل الناس نلتف حوالينا دي مرة تانية. وان شاء الله باذن الله متاكدين السنه الجديده والماتشات اللي جايه هيكون في بطولات زياده كتير للنادي الاهلي. هو ده المعنى الاساسي والمفهوم الحقيقي لجمهور النادي الاهلي اللي هو دايما بيسبورت النادي في كل الاتجاهات. حاجه مهمه جدا ان انا وانا خسران احس برضو ان ورايا الجمهور كتير، ال 60 70 مليون. لازم احس كده عشان اللعيبه دي يبقى عندها ثقة في نفسها. الثقة اللي بنديها لفرقة الطايرة اللي احنا كلنا مبسوطين منها فعلا، ما شاء الله عليهم، ولا أروع ولا أحلى من كده. فريق الطايرة السنة دي بطولات السيزون، مقفلين السيزون. النهاردة عندنا مباراة بين ديربي بين الأهلي والزمالك، لكن مباراة تحصيل حاصل. الدوري خلص خلاص، الأهلي خد الدوري، بيستلم النهاردة الدرع. لكن الجمهور اللي بيسبورت فريق الطايرة عايزين يسبورت كل الناس، لأن هو ده النادي الأهلي تاني. لازم نعلم ولادنا. هو كده انا بعلم ولادي تشجيع النادي الاهلي. كلنا لازم نعلم ولادنا تشجيع النادي الاهلي، ونفضل ورا النادي في كل ازماته. حاجه منتهيه. لما ننقد النادي الاهلي ننقده. ما قلتش لا، والله العظيم ما قلتش لا خالص. بس احنا اللي بنقول النادي الاهلي بننقده نقد عشان نطلع لفوق. بنقول للعيبه انتوا بتلعبوا في احسن نادي واكبر نادي واعظم نادي ليه بطولات. بنقول لهم كده ازاي؟ لازم يكون عندكم أكتر من كده كتير، فالأمور تروح في حتة تانية. نطلع ندي ثقة. الثقة بتاعت اللاعبين دي صدقوني، وأنا لاعب وأنا باخد ثقة من جمهوري بطلع حاجات كتير، بطلع حاجات زيادة جدا ممكن ما كنتش اتمرنت عليها، لكن جوه بتطلع الروح والحماس من صوت الجمهور. صوت الجمهور ده اللي بيطلع النهاردة على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا هي تقريبا اللي ماسكة المجتمعات دلوقتي كلها. اللاعبين، وقلت آخر مرة تاني بوضحها تاني، اللي مش قادر، لعيب المحترف اللي هو محترف في النادي الاهلي وبيلعب باسم النادي الاهلي وبيلعب بروح النادي الاهلي وبيلعب عشان يكسب بطولات، قلت ما يقدرش على السوشيال ميديا، ما يفتحهاش، يخليه محترف جوه ارض الملعب. دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. لازم اليومين دول يبقى عندنا ثقافه للاعبين. بنصح لاعبين مره ثانيه، في ثقافه بنقولها ان اللاعبين تتعامل مع السوشيال ميديا، تشوف النقد. في نقد بناء، في نقد هدام، في ناس عايزه تهد وخلاص. مش جمهور النادي الاهلي خالص، بقولها تاني، مش جمهور النادي الاهلي بكل اطيافه. مستحيل ان حد يكون بيشجع النادي الاهلي عايز يهد، بالعكس بيجي لنا من بره. عايزين نقول اللي بره كل واحد يخليه في ناديه. تاني بنحترم كل اراء الناس وكل ارائهم، ناس محترمه جدا، لكن انا بتكلم على ناديه وبتكلم على النادي الاهلي. يبقى لازم نقول لكل الناس في تبع النادي الاهلي نقول لها كلمة واحدة، لو سمحتم نسبورت النادي. إن شاء الله قريب جدا هنكون بنفرح كلنا، لأن هو ده النادي الأهلي اللي عودنا عليه، وهي دي الثقافة اللي اتعودنا عليها في النادي الأهلي، وهو ده اللي لازم نبنيه في أولادنا الصغيرين في أي وقت، إن يشجع النادي الأهلي في كل الأحوال في كل الأشكال. إن شاء الله بإذن الله بطولات قادمة النادي الأهلي كثيرة.